الحقيقة أنا مش قادر، يعني نفسي أقول لك أخبار كويسة، نفسي أقول لك حاجة محترمة عن بلد بيحكمها لصوص، بس أنا مش ما عنديش. نفسي أقول لك حاجة تفرح والله، بس أنا مش لاقي. بص أنا بقول لك اللي أنت هتشوفه من 2014، أنا بقول لك بس أنت ما بتسمعش كلام. حقيقة يعني بقرار تأخر طويلا أعلن وزير الخارجية أبو دورين سامح شكري من العاصمة السعودية الرياض، ما تقوليش ليه الرياض، معرفش، أعلن وقف التفاوض مع أثيوبيا بخصوص سد النهضة. الإعلان ده جاء بالتزامن مع اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، زي ما انت سمعت، بحضور مصر والأردن اللي هم لهمش علاقة بمجلس التعاون الخليجي. سامح شكري طلع في مجلس التعاون الخليجي، ركز بس فين الحدث، طلع يعلن ان اثيوبيا لا تراعي الحد الادنى لمبادئ حسن الجوار ولا بتلتفت سوى للمصالح الفرديه. شوف بقى سامح شكري شرب بقى يعني مشروب الشجاعه عشان يطلع يقول لنا كده. ولما يمثله من انتهاك لميثاق الامم المتحده، فضل انه ياتي استمرارا لسياسات اثيوبيا غير الحكيمه والتي لا تراعي الحد الادنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفرديه، وهو الامر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصه بسد النهضه، ودفعنا لاتخاذ القرار بايقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لاي نتائج ملموسه طالما استمرت اثيوبيا في نهجها الحالي. على الخارجيه المصريه، اللافت بقى اني معني من وقف المفاوضات السد اكتمل، الملء الرابع عادي جدا. مش ده اللافت، اللافت هو التوقيت، الاعلان ده ان مصر وقفت، اللافت كمان انه المكان فين. السؤال بقى اشمعنا الرياض، ثم اشمعنا دلوقتي بعد كل الوقت والسنين قعدنا نقول لكم اثيوبيا واخداك ورا مصنع الكراسي، ما صدقتوش ده مصنع الكراسي جالكم. هتقول لي يعني ايه انت مش عاجبك حاجه؟ هقول لك لا، افهم الاول والله. ايه اللي يخليك تقلق من اعلان زي ده في الوقت ده، في الوقت اللي اعلن فيه خبير الموارد المائيه عباس شرائي اللي قال لك احنا محتاجين الفتره دي نوصل لاتفاق. عباس شرائي محذرا بيقول ايه بقى؟ اطلع بالاستاذ عباس شرائي. من تأزم الموقف عباس شرائي، يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضه قبل يوليو القاء المقبل. ليه قبل يوليو؟ ليه؟ قال لك لان السد في يوليو هيكون اكتمل خلاص، ودي كارثه. فهل سامح شكري بيمهد بالاعلان ده للازمه القادمه لانه عارف انه كده كده مش هيعرف يعمل حاجه؟ الغريب هو اللي حصل في بحيره ناصر، اللي فجاه وبقدره قادر منسوب الميه فيها ارتفع. الله، يعني سد ملوش دعوه اهو، ده سد النهضه اصلا حاجز الميه. امال الميه جت منين؟ استاذ هندسه السدود الدكتور محمد حافظ كشف ان الميه دي جايه لك يا معلم مش من سد النهضه، الميه دي جايه من السودان. الله، طب السودان مالها ومال منابع النيل؟ لا، من حصه السودان، وان تفريغ الميه من السد السوداني قرار سياسي. هنا بقى ياتي الاجابه على السؤال ده، فهل السعودية لعبت دور فيه؟ هل السعودية ضغطت على حكومة السودان عشان تفوت لنا شوية من حصة السودان؟ أسئلة كثيرة جدا يا معلم أنا ماليش إجابة ليها حول اشتباك السياسي بالفني في ملف المية بتاع سد النهضة أو ملف المية اللي جاية لمصر. أنا عن إيه اللي حصل في اجتماعات الخرطوم الرياض دي؟ وإيه كواليس الثورات الأخيرة؟ ده اللي هناقشه مع ضيفي وضيفكم، ضيوفي بقى. خليني أبدأ بتحية الدكتور محمد ترشين الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، ومساء الخير عليك وللسادة المشاهدين الكرام وضيفك الكريم. وكمان معايا الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كيف الحال؟ أنا بيعجبني فيك يا دكتور محمد، احنا بنتكلم على أزمة وسواد جاي وانت لابس حاجات حلوة كده مفرحة، فمعرفش ازاي بي يعني حلوة، الجو ده حلو بس هو ملوش علاقة باللي هنسمعه. فانا حاسس انك انت هتقول لي النيل اتفتح بقى واثيوبيا ما بعدتش دولة من المويه الجاي من السودان، عشان كده يعني استبشر خير.
هو جاي منين يا دكتور محمد؟ دكتور محمد ترشيد؟ من المويه اللي جاي من السودان، عشان كده دكتور محمد الحافظ مستبشر خيرا. مستبشر خيرا عشان المويه اللي جت. طيب خليني بعد اذن جاي لك يا دكتور محمد حافظ، خليني بعد اذن الدكتور محمد ترشين، دايما بنحيي اللي بنحييه في الاخر او بنستقبله في الاخر بنبدا بيه. وبعدين هو عامل مشكله يا دكتور محمد ترشين، هو عامل مشكله الدكتور محمد حافظ انه كتب بوست طويل جدا انا تعبت وانا بقراه، فخلونا والله تعبت يعني، قعدت اقراه وقعدت اقول سبحان الله ده انت قعدت، وده يمكن يفسر اللي انت جاي بيه ده. يمكن دكتور محمد خلينا نبدا بالبوست اللي انت كتبته الاول. في بوست كده حضرتك كتبته طويل جدا بتقول فيه ايه تفسير اللغز اللي اشار اليه الدكتور محمد ترشين دلوقتي، لغز ارتفاع منسوب الميه في بحيره ناصر. خلينا نشوف كده يا دكتور محمد، معلش حضرتك بتقول لي اللغز، انه ممكن بقى تفسر لنا البوست ده لانه طويل ومش هنعرف ناخد وقت ونقراه. حضرتك بتفسر ازاي منسوب الميه في بحيره ناصر ارتفع؟ نبدا بحضرتك دكتور محمد، ازاي ارتفع منسوب الميه في بحيره ناصر؟ اوكي، اولا يعني انا بشكل دوري بتابع منسوب بحيره ناصر كل 3 أيام على الاقل، فخلال الفتره الاخيره دي فوجئت بان المنسوب ارتفع بسبب الميه اللي رمتها اثيوبيا لما عملت تجفيف للممر، كانت رمت لمصر حوالي 4 مليار، وبعد كده توقف حتى سد مروي، توقف عن ضخ ميه للدوله المصريه. يعني لو رحت انت وشفت الساتلايت يوم 19 فبراير كان سد مروي مقفول تماما وما بيطلعش ميه الا من خلال التوربينات، يعني فتحات الري مقفوله. طالما فتحات الري مقفوله معنى ذلك ان ما فيش ميه رايحه لسد العالي او بحيره ناصر. فجأة لقيت مروي اتفتح مرة تانية بعد ما اتقفل حوالي 10 أيام، اتفتح مرة تانية. مش هو بس اللي اتفتح، السدود اللي وراه زي سد سنار وسد رصيرس اتفتحوا وبدأوا يضخوا كميات كبيرة من المية، لدرجة ان الجزر في سد رصيرس بدأ القاع بتاعها يظهر، بمعنى ان المية اللي جاية للسد العالي وبتسبب ارتفاع في منسوب بحيرة ناصر في الآونة الأخيرة ليست هي نفس المية اللي رمتها أثيوبيا عشان تجفف الممر الأوسط، بل هي مية سودانية خالصة كانت موجودة في البحيرة بتاعت سد الرصيرس وبدأ يتم تفريغها لصالح الدولة المصرية. فأنا بستغرب ليه السودان بترمي مية لبحيرة ناصر وتسبب نوع من الجفاف لبحيرة رصيرس، وهي عالمة تماما ان ما فيش ولا نقطة مية هتوصل لها كميات كبيرة من سد النهضة الا تقريبا في نهاية سبتمبر او في نهاية اكتوبر اللي جاي. يعني لو اثيوبيا اصرت انها تعمل الملء الخامس 32 مليار يعني اللي هو عشان تكمل السد، فعندها السودان هتحصل على كمية بسيطة جدا من المياه وبشكل متأخر، قد يكون في نهاية سبتمبر أو نهاية أكتوبر. طب معلش يا دكتور خليني أوقفك هنا عشان معلومات كتير قوي، يعني حضرتك متأكد تماما أن المياه التي وصلت إلى بحيرة ناصر وعلت المنسوب فيه هي مياه سودانية؟ دي معلومة أكيد عند حضرتك؟ ممكن حضرتك ترجع للصور أهو الصور قدامنا أهي، أدي الصورة في 28 فبراير 2024، نبدأ بأني صورة؟ أوكي ابدأ ب 28 أهي قدامنا دلوقتي 28 فبراير 24، شايف حضرتك الجزر اللي هي عليها شكل أحمر كده، شايف اللون الأحمر ده؟ ده بيقول لك إن الجزر منسوب المية حوالينها انخفض وبدأ القاع يظهر. شايف حضرتك فتحة يعني خلينا نبدأ معاك يا دكتور، دي بحيرة ناصر؟ نو دي بحيرة الرصيرس. دي بحيرة الرصيرس، الجزر اللي باينه بالاحمر دي معناها ان منسوب المياه منخفض وبالتالي كشفت القاع، كشف الجزر دي تقريبا يعني او كشف حدودها. وشايف فوق في التوربين في السد فتحه الري مفتوحه اللي عليها سهم ابيض. ايوه المياه. اوكي ده الكلام ده كان بتاريخ كام؟ 28 فبراير 24. كويس، طب ممكن ترجع ل 28 فبراير 23 كان شكل ايه سد الرصيرس؟ بعد اذنك يا بيبو هات 28 فبراير 23 اهي، الجزر مش باينه فعلا الا بالكتب الاحمر، والسد ماله السهم بقى ده؟ هل في ميه طالعه منه؟ طب ماشي هات اللي قبلها كده نشوف.
طب هنا في 28 فبراير 24 مش باين ان في ميه طالعه او لا؟ لا، في خط ابيض طالع، لان الصوره جايه من ارتفاع كبير. في خط ابيض. معلش هات 28 فبراير 23 بعد اذنك نشوف كده الخط ثاني. مفيش فعلا خط ابيض، فعلا مفيش في السهم ده. مظبوط يا دكتور. الحدود الحمراء حوالين الوسط بتاع البحيره قليل جدا، يعني اقل من 24. اما الحدود دي بتزيد بتقول لك والله ده منسوب ميه منخفض. ممكن تدخل على 22. نرجع 28 فبراير 22. مالها يا دكتور بقى؟ اتفضل. شايف الجزر متغطيه كلها باللون الاخضر، مفيش احمر. مظبوط يا دكتور. معناها ان الميه عاليه جدا. شايف السهم الابيض، هل في ميه طالعه تحتيه؟ لا، مفيش اي ابيض، اي لون ابيض اللي هو زي ما بتقول الميه طالعه يعني. اوكي، والبحيره مليانه. مظبوط. والبحيره مليانه والجزر متغطيه بالميه. تدخل على 21. نخش على 21. فعلا الجزر مش باينه نهائي خالص. وشايف عند السهم الاصفر فوق، شايف مفيش ميه طالعه. مظبوط. طب انت عندك في نفس التوقيت على مدار الاربع سنوات، ولو انا رجعت ل 20 و19 هلاقي نفس الموقف. في نفس التوقيت اللي هو 28 فبراير يعني. طب خلينا يا دكتور نستعرضه مع الساده المشاهدين. ما اعرفش الدكتور محمد ترشين شايف الشاشه اكيد. نستعرضه، نبدا بدي 28 فبراير 21. الجزر كلها متغطيه ميه، مفيش القاع مش باين، الجزر كلها اللي السنة اللي داخل جوه الميه. نخش على 28 فبراير 22، الجزر بدات تكشف شويه وبرده مفيش ميه داخله في السهم اللي فوق. 28 فبراير 23، الجزر بدات تكشف شويه اهي ومفيش برده ميه داخله. 28 فبراير 24، الجزر كشفت جدا اهي وبان القاع بتاعها وفي ميه داخله هناك فوق اهي في السهم. صح كده يا دكتور تتابع؟ طالعه، ميه طالعه مش داخله. ميه طالعه، انا اسف، ميه طالعه. انا بقول داخله على البحيره يعني. اوكي. طيب ايه اللي خلى السودان تغير سياستها اللي هي متبعه في البروتوكول بتاع تشغيل سد الرصيرس على مدار السنوات الماضيه اللي كان فيها ملء اول وثاني وثالث ورابع، وتيجي السنه دي في 24 مع العلم ان الميه اتقطعت من سد النهضه، ما بقاش في ميه طالعه من سد النهضه من خلال المنافذ السفليه منذ يوم 8 فبراير. طب ما فيش ولا نقطه ميه طالعه من المنافذ السفليه، واللي بيطلع من سد النهضه فقط الميه اللي بتيجي من التوربينات المنخفضه بكميه بسيطه جدا، اقل بكتير من 50 مليون في 50 مليون متر مكعب في اليوم. طب ايه اللي يخليكي انت تضحي بالمخزون بتاعك واللي انت عارفه ان انت مش هتستلمي ميه بكميه تدخل في التخزين الا تقريبا في نهايه شهر اكتوبر الجاي؟ فده السؤال، ايه الهدف؟ وتزامن مع تكبير مخزون سد الرصيرس تزامن مع تزايد ارتفاع منسوب السد العالي. فالميه ممكن تكون جايه منين غير من سد الرصيرس؟ مفيش مصدر ليها. انت عندك سؤال لكن ما عندكش اجابه، ايه اللي خلى السودان تستغنى عن الجزء ده من الميه في وقت السودان فيها تحتاج للميه دي في سبتمبر وهتاخد جزء قليل؟ خلينا نروح بالسؤال ده للدكتور محمد ترشين. دكتور محمد، ممكن هل عندك رد على السؤال ده، خصوصا واني وزير خارجيه مصر اعلن من الرياض من مجلس التعاون الخليجي وقف التفاوض مع اثيوبيا واتهمها بانها دوله تبحث عن مصالحها الفرديه ولا تراعي، يعني كان حد في الهجوم عليها. هل في ضغط ممكن يكون حصل من دول الخليج على اثيوبيا السودان عشان تسمح بدخول مياه او جزء من مياه السودان في بحيره الرصيرس او الرصيرس لمصر؟ في البدايه التحيه لك وكذلك للدكتور محمد حافظ وكذلك للساده المشاهدين الكرام. طبعا في الجوانب التقنيه نحن بنقف بنتعلم من الدكتور محمد الحافظ، لكن اود ان اشير لبعض الجزئيات اللي هي مرتبطه بالتطورات الاوضاع السياسيه في السودان واثر ذلك على السماح بتدفق كميات كبيره جدا من المياه نحو مصر. فبالتالي هذا الموسم او في هذا الوقت من كل عام او في الاوضاع الطبيعيه، المزارعين السودانيين دائما ما يزرعون مساحات شاسعه جدا، ومعلوم تماما تاريخيا ان المستعمر وكذلك فيما بعد سد الرصيرس تم تطويره من اجل توفير قدر من المياه لاصلاح المساحات واستزراع المساحات الزراعيه الشاسعه لمشروع الجزيره
وكذلك امتداده في مشروع الرهد. ومعلوم تماما انه الان المناطق التي يعني تستزرع لا سيما في ولايه الجزيره هي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فبالتالي المواطنين غير قادرين على الزراعه، غير قادرين على الحصول على التقاوى وكذلك الاسمده وما الى ذلك. حتى المزارعين في ولايه النيل الازرق وسنار قدرتهم ايضا على الحصول على التقاوي ايضا باتت محدوده جدا، لان سياسه الزراعه في السودان البنك الزراعي وكذلك وزاره الزراعه جعلت هذه السياسات سياسات مركزيه، ونتيجه لانشغال كل المؤسسات بظروف الحرب الان اؤكد لك بان المساحات الزراعيه في السودان تكاد لا تزرع منها ولا فدان واحد. وهذا الامر ايضا ينعكس في ولايتي نهر النيل والولايه الشماليه اللي بيعتمدوا ايضا بشكل كبير جدا على مخزون المياه في بحيره ست مروي. هذه الاثار انا في تقديري مجتمعه جعلت الحكومه السودانيه لا اتوقع ان هنالك دوله الان خليجيه قادره على ممارسه الضغط على النظام السوداني، لان العلاقات بين السودان ودول الخليج اصبحت فاتره لابعد الحدود. لا اي سودان تقصد يا دكتور محمد ترشين؟ سودان قوات الدعم ولا سودان قوات الجيش؟ لا اقصد المؤسسه الرسميه المعنيه الان وهي الجيش. يعني الدعم السريع هو ربما يسيطر على مساحات واسعه لكن لا يستطيع ان يسير امور الدوله لانه لا يمتلك خبراء، لا يمتلك ولا يستطيع ان يدير المؤسسات وما الى ذلك، عكس النموذج الموجود في ليبيا. الان الدعم السريع يسيطر على اكثر من 5 ولايات لكن لا يستطيع ان يسير دوله والعمل، لا يستطيع ان يذهب بالحياه الى. طب معلش خلينا في قوات الجيش، يعني انت عايز تقول لي ان دول الخليج لا تمتلك ضغط او اوراق ضغط وان علاقتها مع المؤسسه الرسميه في السودان فاتره؟ معرفش انا غلطان ولا لا، بس زميلي جوه ممكن يعدلني يعني يصوب لي. كان عدى قدامي كده خبر لقاء تم ما بين البرهان والسيسي قريبا في القاهره. كان السيسي موجود في القاهره يمكن من قبل 3 4 ايام. اشكرك جدا، انا تقريبا افتكرت دلوقتي حالا. هل تعتقد انه هذا اللقاء هو اللي تم فيه ان السودان تعدي شويه من مياه بحيره الروسيرس؟ يمكن النتيجه لانه السودان هو بحاجه للنظام المصري وبحاجه الى تنسيق امني كبير جدا، وحتى هنالك رغبه من السودان من المؤسسه العسكريه في الماضي واعتقد ما زالت لاستنساخ التجربه المصريه في السودان. فيمكن نتيجه لانه النظام المصري شعر بالحرك وادرك تماما ان الان قدرته وامكانياته لايقاف الملأ الخامس وبمثابه الملأ الاخير لسد النهضه باتت محدوده، فبالتالي ربما حدثت مباحثات وكذلك تفاهمات بين النظام السوداني وكذلك النظام المصري من اجل السماح بتدفق كميات كبيره. بس في حاجه دكتور محمد، في حاجه عشان نبقى واضحين قدام الساده المشاهدين. الصور اللي جابها الدكتور محمد تعود ل 28 فبراير. الصور اللقاء اللي تم بين برهان والسيسي كان في 29 فبراير، يعني الخبر اهو اتفضل بالضبط على ذمه فرنسا 24 بالضبط، انه في 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 شيء ما. وهدف الزياره حتى لم يكن واضحا، بمعنى ان البرهان عندما خرج من القياده العامه زار مصر في اكثر من مناسبه، وهذه الزياره تحدثت بشكل عام عن اعاده الاستقرار وكذلك مناقشه امور السودانيين وما الى ذلك، لكن لا استبعد ان النظام في السودان والنظام في القاهره ناقش هذه الجزئيه، لا سيما بان كما اسلفت الذكر بان الان السودان هو ربما ليست بحاجه لهذه المياه الكبيره، فضلا عن ذلك السودان هو في حد ذاته يساهم بكميات كبيره جدا في مياه نهر النيل، سواء كان عن طريق نهر عطبره او حتى بعض الانهار كخور ابو حبل وما الى ذلك الانهار الكبيره التي ايضا تصب في مجرى نهر النيل. فبالتالي بناء على هذه التقديرات او تقديرات هيئه الارصاد الجوي وكذلك المؤسسات المعنيه بامر المياه في السودان قدرت بان ربما هطول الامطار في السودان ربما تكفي السودان حتى يتم انسياب تدفق كميات من السد الاثيوبي في مطلع سبتمبر او اكتوبر المقبل. طيب اذا يا دكتور محمد حافظ، دلوقتي الدكتور محمد ترشين بيؤكد على انه العلاقه ما بين دول الخليج وما بين اداره السودان الرسميه هي علاقه فاتره، وبالتالي هو لا يعول كثيرا على ورق الضغط. لكن في نفس الوقت انا تذكرت عفوا كده على الهوى انه كان في لقاء ما بين البرهان وبين السيسي، لكن هذا اللقاء كان ب 29 فبراير كما اذاعت الاخبار،
وليس ربما هو 28 فبراير وحصل، وانه الخطوط او الخرائط اللي حضرتك جبتها لنا بتاريخ 24 تقريبا 28 فبراير. يعني هل معقوله، هل ممكن سرعه الميه تكون وصلت في نفس اليوم بالتحديد من بحيره الرسريس الى مصر، ام انه يكون قبلها، او بتاخد كم يوم هذه الرحله؟ ما خد بالك، زي ما قلت لحضرتك يوم 19 فبراير كان سد مروي قفل تماما، ما كانش فيه نقطه ميه، مروي مش الرسريس بس، مروي كان قفل، مروي اللي هو بيجيب الميه لبحيره مصر. بعد ما قفل بخمس ايام يوم 24 فبراير عاد الفتح مره ثانيه، وهذا اسلوب تشغيل ليس هو المتبع لسد مروي على مدار السنوات الماضيه. طالما قفل يبقى ما فيش ميه هتطلع من مروي الا من خلال التوربينات. ايه اللي يخليه يفتح بوابات الري ويطلع ميه اللي هي النافوره البيضه دي؟ يطلعها لما يفتح بوابات الري، معنى كده الميه اللي طالعه راحه لبحيره مصر. ايه اللي يخلي مروي يغير بروتوكول التشغيل بتاعه، واللي هو بيقول لك لما بتقفل بتقفل وما بتفتحش الا لما يجي الفيضان الثاني، وتبدا تعيد التشغيل مره ثانيه او تعيد توريد الميه لمصر بعد خمس ايام؟ طبعا حكايه لقاء السيسي بالبرهان يوم 29، قبل ما بيبقى فيه لقاء بيبقى فيه يعني تحضير للقاء وكلام، فممكن جدا يكون الاوامر او التعاون ده تم، يعني لازم بالضروره ان برهان يجي عشان يسمح بهذا الامر، هي تعاون من خلال اجهزه المخابرات والكلام ده، وتم الفتح. ولذلك يعني انظر لصوره صد رصيرس سنه 24 وقارنه بالسنوات الماضيه، مع ان سنه 24 هي السنه اللي تزامن فيها ان اثيوبيا ملأت كميه كبيره من الميه تزيد عن حوالي 21 مليار، وما كانش الكلام ده موجود في السنوات الماضيه. بالاضافه الى ذلك ان السودان واثيوبيا ومصر والعالم كله يعلم بان الملء اللي جاي ده او الفيضان اللي جاي سنه 24 هو فيضان ظاهره النينو، اللي هو هيكون جاف، هيكون كميه بسيطه تشبه دي فيضان سنه 15 و16 قبل حوالي 7 8 سنوات مضى. لذلك السودان عارفه ان في النينو جاي وهيضربها وهيضرب اثيوبيا، ايه اللي يخليها انها تفرط في كل هذه الميه بدون اي سبب فني؟ فانا مش شايف غير ان يكون سبب سياسي. سبب سياسي. اروح للدكتور محمد ترشين. دكتور محمد ترشين، في يناير الماضي كان السيسي اعلن تقريبا لهجة عداء مع اثيوبيا بخصوص موضوع الصومال، وقال اللي عايز يجرب مش عارف قوة مصر وكلام من فارغ من ده يعني. وبعدين دلوقتي في مارس النهاردة وكده بيطلع وزير الخارجية المصري بيتحدث عن اثيوبيا بلهجة حادة جدا. الى اي مدى تعتقد حضرتك انه الخطوط او الكلام عن مفاوضات والى اخره ده أغلقت هذه القضية أو هذا الباب إلى النهاية، وأننا الآن أمام صراع واضح ما بين الإدارة في إثيوبيا والإدارة في مصر؟ أنا في تقديري هذه التصريحات سواء كان من الرئيس السيسي أو كذلك من سامح شكري أو أي عنصر من عناصر الحكومة المصرية، هي بمثابة محاولة تصعيد سياسي من أجل تحقيق مكاسب دبلوماسية، بحيث أن في السنوات الماضية منذ توقيع إعلان المبادئ في الخرطوم وحتى الملأ الأخير، في تقديري كانت القاهرة وإلى حد ما السودان بيحاولوا أنه يحققوا مكاسب مرتبطة ببروتوكول ملء وتشغيل السد عن طريق المباحثات، سواء كان الاستجابة للمبادرة المقدمة من الاتحاد الإفريقي أو حتى من محاولة الاعتراض على خطوات أثيوبيا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما إلى ذلك، فكل الخطوات هذه لم تحقق المرجو أو المطلوب، فبالتالي هذا الخيار ربما هو الخيار المتبقي الوحيد للنظام المصري، وهو محاولة التصعيد، محاولة قلق تحالفات سواء كان مع النظام في الصومال أو مع النظام في إريتريا، حتى تستطيع هذه التحالفات ممارسة قدر من الضغوط على النظام الأثيوبي حتى يتراجع عن تحقيق الملأ الخامس، وقبل هذا الملأ أن يتوصل إلى تفاهمات مع مصر والسودان. لكن أنا في تقدير النظام الأثيوبي لن يحاول بأي حال من الأحوال أن يقدم تنازلات فيما يتعلق بقضية الملأ، لأنه الملأ أشرف على الانتهاء، فقط الآن نتحدث عن البحيرة
فيها اكثر من 31 مليار متر مكعب في يوليو، ربما يكون الملأ الاخير. فضلا عن ذلك اثيوبيا استطاعت انها توظف قضيه هذا السد باعتباره قضيه حياه او موت لكل الشعب الاثيوبي. فبالتالي ايضا اعتقد ان التصريحات التي ادلى به الرئيس السيسي ابان زياره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ايضا الجانب الاثيوبي وظفها، باعتبار ان طبيعه النظام السياسي في اثيوبيا وكذلك التركيبه الجيوسياسيه والديموغرافيه في اثيوبيا دائما تقوم على التناقضات الكبيره، سواء كان بين الامهره والتجراي او بين الامهره والاروم والعفر وما الى ذلك، أو حتى شعب أوغودين. فبالتالي النظام في أثيوبيا هو دائما بحاجة إلى خلق مشاريع قومية كبيرة، ومن بعد إرسال رسائل للمجتمع الداخلي الأثيوبي بأن هنالك استهداف ومؤامرة من قبل الآخرين. فبالتالي أعتقد أن حتى إثارة قضية الحصول على إطلالة بحرية هي أيضا من القضايا المرتبطة بقضية صد النهضة. فأتوقع أن النظام المصري في هذه الخطوة ربما أيضا يتحالف مع النظام السوداني، لكن ظروف السودان فيما يتعلق بالحرب حتى الآن موقف السودان غير واضح في هذه المسألة، لكن ربما في مقبل الأيام نلحظ موقف للسودان في هذا الأمر، وحتى ربما يستغل الجانب المصري التوتر أو الفتور الذي يحدث الآن بين الحكومة السودانية والسلطات الأثيوبية فيما يتعلق بأن موقف أثيوبيا هو أقرب للدعم السريع من الحكومة السودانية. لذا أتوقع أن هذه هي بمثابة مناورة أو محاولة لاستخدام الكروت الأخيرة لتحقيق المكاسب المرتبطة ببروتوكول متفق عليه حول ملء وتشغيل صد النهضة. دكتور محمد حافظ، في كلام على أنه أو خرائط بتقول أنه في سد يعني في السودان، أو في سد يعني في مشكلة في ملء أحد السدود، انه حد سد اسمه تنسقي تقريبا او حاجه زي كده، او بحيره طلعوا بحيره في ولايه الشماليه في السودان، بيقولوا انه اظهرت انحصار النيل او انحصار يعني كبير للنيل قبالة جزيره بروس بمنطقه اسمها تنسقي او تنقصي بالولايه الشماليه في السودان. تنسقي الى اي مدى الخرائط دي مظبوطه يا دكتور محمد؟ الخرائط او الصور اللي ظهرت على عدد من السوشيال ميديا، هو الناس نشروا صور كده لانحصار واضح لنهر النيل قباله جزيره بروس في الولايه الشماليه، الى اي مدى الصور دي حقيقيه؟ السبب ببساطه ان في الفترات الاخيره يعني من حوالي شهر ونص حضرتك نشرتها، وانا جابوا لي زمايلي دلوقتي اهو صور حضرتك. أيوة. نشرها. اتفضل. كان كميات المية اللي تطلع من سد مروي مقارنة بكميات المية اللي كانت تطلع من سد مروي خلال السنوات الأربعة الماضية أقل بكتير. يعني سد مروي يعني حتى نهاية شهر يناير من كل سنة تلاقي الفتحات بتاعت الري اللي بتطلع مية كانت تلاقي 4-5-6 فتحات شغالين، بينما على مدار الشهر ونص الماضيين ما كانش فيه غير فتحة أو فتحتين. فهذا طبعا أثر بكمية كبيرة جدا على المياه اللي رايحة لشمال السودان، اللي هي المسافة ما بين سد مروي والسد العالي، اللي هي فيها المنطقة اللي هي حصل فيها جفاف. فكان واضح تماما إن الحكومة السودانية بتطلع المية من سد مروي ومن سد روسيرس بنظام نقطة نقطة، وهذا هو الذي تسبب في عملية الجفاف بعد ذلك. ولكن بعد ذلك وجئنا بإن سد روسيرس بيفتح بكميات كبيره، سد مروي بيفتح بكميات كبيره، ليس فقط لمعالجه موضوع الجفاف في الشمال، لان هم كانوا عارفين ان في جفاف، يقول لك مش مهم الجفاف في المناطق الصغيره دي طالما ان احنا بنخزن ميه، ولكن ان هم يضحوا بهذا التخزين بشكل سريع خلال الايام العشر الماضيه ليس بهدف معالجه الجفاف في القريه الصغيره اللي هي تم نشر صورها دي، ولكن هو الهدف منها أكبر من كده بكتير، هو هدف سياسي. لذلك موضوع الجفاف في مناطق كثيرة في السودان، في شمال السودان يعني يا إما حصل لها جفاف أو جفاف نسبي بسبب كل تدفقات سد مروي للشمال، ولكن السياسة دي اتغيرت تماما خلال 10 أيام الماضية. طيب دكتور محمد،
يعني حضرتك بتقول لي انت اللي بتقوله دكتور محمد ترشيد انه الجماعه بتوع الخليج علاقتهم فاتره مع يعني مع النظام السوداني الرسمي، لكن في نفس الوقت بنشوف ان الامارات علاقتها ليست فاتره بالقدر الكافي ولها دور كبير حتى في النزاع السوداني ده. الى اي مدى بتلعب الامارات هنا دور سلبي تجاه الحكومة الرسمية في السودان أو النظام الرسمي وبالتالي تجاه مصر؟ الإمارات بلا شك مؤخرا أصبحت لديها مغاربة أو معادلة جديدة مرتبطة بحضورها في القارة الإفريقية، وهذا الحضور مرتبط كثيرا في منطقة القرن الإفريقي بقضية الموانئ وتأثير ذلك على الأمن القومي الإماراتي وارتباطه به بنموذج موانئ دبي، باعتبار أن أي ميناء قوي موجود في القرن الإفريقي سيؤثر ذلك بشكل أو بآخر على ميناء جبل علي وغيرها من الموانئ الإماراتية. لذا بنلاحظ مؤخرا أن الإمارات حاضرة بشكل قوي جدا في أثيوبيا، ولديها استثمارات في قطاعات متعددة في أثيوبيا، لا سيما في القطاعات الحيوية كقطاعات الزراعة والنقل وما إلى ذلك. فبالتالي قطاع الزراعة بشقيه الحيواني والزراعة هو بحاجة إلى المياه، فبالتالي بنجد أن أتوقع أن للإمارات دور كبير جدا في المنطقة المجاورة لصد النهضة اللي هي منطقة إقليم الأمهرة وكذلك إقليم بني شنغول بشكل أو بآخر. فبالتالي وجود دولة مهمة وذات قدرات اقتصادية كبيرة جدا في هذه المنطقة بلا شك سيكون لديه تأثير كبير جدا على مسألة صد النهضة، وكذلك في سهولة التوصل إلى تفاهمات تجعل من أمر تشغيل صد النهضة أمر سلس ومن دون أي ملاحظات سواء كان من الجانب السوداني أو الجانب المصري. لذا أتوقع أنه الإمارات بالرغم أنها حاضرة في أثيوبيا وحاضرة في السودان من خلال الدعم السريع بقوة، وحاضر أيضا لدعم النظام المصري، وهذا ما يعقد المشهد أكثر فأكثر بأن الإمارات لديها مقاربة ربما تتقاطع في بعض النقاط مع بعضها البعض، وفي بعض النقاط تكون داعمة لنفس التوجهات السياسية لبعض الأنظمة سواء كان في ليبيا في شرق ليبيا أو في الدعم السريع في السودان. لذا أتوقع أنه حضورها بشكل غير دقيق بشكل فيه الكثير من التناقضات والتقاطعات ربما يعقد المسألة أكثر مما يوفر فرص لحل أو التوصل إلى تفاهمات. يعني دايما بننسى دكتور محمد أن أيضا لإسرائيل وجود قوي أو علاقات قوية بناها نتنياهو مع حكومة إثيوبيا، وأن لإسرائيل برضو هدف مياه النيل هو توصيل مياه النيل إلى صحراء النقب. فهل الأجندة الإماراتية الإسرائيلية ممكن تكون لها دور قوي جدا التحالف ده في أزمة النيل أزمة سد النهضة؟ حتى نكون أكثر دقة، في كثير من المواقف ظلت الإمارات هي بمثابة الواجهة أو الأداة الدبلوماسية الأخرى، الوجه الآخر للدبلوماسية الإسرائيلية في إسرائيل، نتيجة للمقاطعة، نتيجة لوجود تيارات قومية بتتبنى الأفكار الأفريقية التحررية كأفكار البان أفريكانيزم وما إلى ذلك. فهذه الأفكار كثيرا ما تصطدم مع التوجهات الإسرائيلية اللي فيها جانب شعبي وجانب أقرب بالله بمحاولة تحقيق المصالح الإسرائيلية دون النظر إلى المصالح الأخرى. فبالتالي ظلت الإمارات هي تلعب هذا الدور بشكل أو بآخر. لكن أؤكد لك بأن قضية صد النهضة الكثير من التقارير والكثير من الدراسات تحدثت بشكل أو بآخر بأن إسرائيل حاضرة في هذا الملف نتيجة لرغبة إسرائيل في إيصال المياه عبر صحراء النقب، أو حتى في الاستراتيجية الكبرى التي تتحدث عن ضرورة أن يتم تسليع المياه وما إلى ذلك. أنا في تقديري في المدى المنظور أهمية المياه مرتبطة بالمحركات الاقتصادية أو بديناميكيات الاقتصاد. إذا لم تمتلك الدولة قدرات مائية كبيرة سيؤثر ذلك على قدراتها الصناعية على قدراتها الزراعية وما إلى ذلك. مع الأخذ في الاعتبار أن هنالك اعتقاد لدى صانع القرار في إسرائيل بأن هنالك تهديدات سوف تأتي من الجنوب سواء كان من مصر أو من السودان، وذلك مرتبط
بالبعد التاريخي نتيجه للحروب السابقه، سواء كان في الاربعينيات او في السبعينيات او في ستينيات القرن الماضي، عندما كان السودان مشاركا ضمن القوات التي واجهت اسرائيل. فبالتالي بالرغم من ان كانت هنالك ايضا محاولات حثيثه بانه يكون هنالك تطبيع مع السودان، لكن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح وباءت بالفشل. فبالتالي يمكن لاسرائيل ان تكون حاضره من خلال هذا الملف حتى يتم اضعاف القدرات الاقتصاديه وكذلك التنمويه لمصر والسودان عن طريق تقليل حجم او كميه المياه التي تصل للدولتين من خلال سد النهضه. طيب ارجع للدكتور محمد. دكتور محمد حافظ، الحقيقه في الوقت اللي اعلن فيه سامح شكري تعليق المفاوضات مع اثيوبيا وانه لا جدوى واثيوبيا دوله تبحث عن مصالحها الفرديه والى اخر ما ذكره، كان شديد اللهجه في الوقت ده، نشر ما ذكره او على لسان الدكتور عباس شرائي من ضروره البحث او العوده للمفاوضات قبل شهر يوليو. وانا الحقيقه لا اكذبك يعني لم اقرا لماذا شدد الدكتور عباس شرائي على انه يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضه قبل يوليو المقبل، لماذا ذكر يوليو من وجهه نظر حضرتك الفنيه؟ بالتاكيد انا اتفق في هذا الامر، حتى وان كان وزير الخارجيه المصري قال لك وقفنا المفاوضات، توقف المفاوضات ليس لمصلحه الدوله المصريه، لابد من الوصول الى حل وسط تشارك فيه الامارات العربيه بضغوط معينه على اثيوبيا، لان شهر يوليو هيحصل فيه كارثه. ايه هي؟ ان دلوقتي اثيوبيا امامها اختيارين، انها تملى السد النهضه بالكامل وتخزن 32 مليار عشان توصل لكامل البحيره اللي هو 74 مليار، او تخزن جزء منه. فلو خزنت جزء منه طبعا ده هيبقى شيء كويس للدوله المصريه. لو خزنت واكملت الحجم بتاعها عشان تكمل ال 74 مليار وتخزن 32 مليار، دي هتبقى كارثه كبيره على الدوله المصريه. اشمعنى يوليو يا دكتور محمد؟ ما انا سؤالي اشمعنى يوليو؟ لان التخزين بيبدا في يوليو. انت عندك في مصر فيضان بيبدا اول اغسطس، صح؟ اي العدد. في اثيوبيا بقى لان الميه بتاخد لها حوالي ثلاث اسابيع بيبدا في اول يوليو. يعني هو الفيضان فعليا بيبدا في اثيوبيا في اول يوليو وبيوصل لمصر في اول اغسطس. فلو اثيوبيا بدات تملى الملء الخامس بدايه من اول يوليو، فهتبدا تحجز كل الفيضان، سواء انها خزنت 32 او نسبة اقل من ذلك. فالكلام اللي بيقوله الدكتور عباس شراقي طبعا ده كلام معروف لدى السياسيين كلهم، بان دلوقتي لو اثيوبيا اكملت الملء الخامس على 32 هتبقى كارثه حقيقيه للدوله المصريه. ايه بقى اشكال الكارثه دي يا دكتور؟ خد بالك، الميه اللي بتجي لك عند موقع سد النهضه في المتوسط 48 مليار في المتوسط. مصر بتاخد منها 40 والسودان بتاخد 8.5. طيب انت دلوقتي لو اثيوبيا خزنت 32 دفعه واحده، واللي هي بتتكلم تقول لك لا انا هكمل الملء الخامس مره واحده، 32 مليار هم مش في الواقع 32، ده الحجم السعه 32، ولكن هيضاف عليها 4 مليار اللي هي رمتهم من شهرين للدوله المصريه عشان تعمل تكييف، يبقى 36. بعد كده البحيره هتتسع بشكل كبير جدا، حوالي 150% عن مساحتها الموجوده حاليا، هتدخل في مناطق ناشفه، هتبدا تسحب الميه في الجيولوجي بتاعها، يبقى هتاخد على الاقل 4 مليار، يبقى انت عندك 32 ساعه، 4 تعويض عن الميه اللي رميتهم لبحيره فاصل شهر يناير وديسمبر، زائد على الاقل 4 في الفواقد الجيولوجيه، يبقى عندك 40 مليار. طب لما اثيوبيا تحجز لنفسها او تستهلك 40 مليار، طيب هيبقى قد ايه؟ هيبقى 8.5، ده في المتوسط عشان يروح السودان. طب هيوصل لمصر كام؟ ولا نقطه ميه. كويس؟ ده لو افترضنا ان اللي هيجي السنه الجايه في شهر يوليو واغسطس الجاي 48 مليار. وفقا لمنظمه ايجاد وهيئه الامم المتحده، واللي انا ارسلت لحضرتك بعض الاخبار عنها، بتقول لك حاليا ومنذ نهايه عام 23 تتعرض ولايات التجراي والامهره اللي هو فيها وادي النيل الازرق، تتعرض لجفاف كبير جدا بسبب ظاهره النينو
وهذا يضع حوالي 11 مليون مواطن اثيوبي عرضه للجفاف. وطلع السكرتير بتاع هيئه الامم المتحده بيتكلم بيقول والله لابد ان احنا نجمع فلوس وتبرعات لانقاذ الشعب الاثيوبي من الجفاف. ووفقا للمواقع المناخيه بتقول لك الجفاف اللي جاي بسبب ظاهره النينو في عام 24 هيتشابه كتير جدا بالجفاف اللي ضرب اثيوبيا سنه 15 و16. لو تتذكر حضرتك سنه 15 و16 طلع وزير الري المصري، ساعتها كان اسمه حسام مغازي 15 وبعد كده 16 محمد عبد العظيم، كلاهما طلع الاول قال لك والله الفيضان بتاع سنه 15 كان الأسوأ منذ 100 عام، ده فيضان 15. سنة 16 طلع الوزير الجديد بقى اللي هو محمد عبد العاطي قال لك فيضان عام 16 هو الأسوأ منذ 113 عام. ليه؟ العام 15 و16 كانت ظاهرة النينو ضربة أثيوبيا. السنة دي وفقا لل يعني المنظمات المناخية بتقول لك الفيضان اللي هيبدأ في أغسطس 24 ويوليو ده هيكون فيضان خاضع لظاهرة النينو، بمعنى ان ممكن يكون هو الادنى منذ 100 عام او الادنى من 113 عام. طب لو كان هو الادنى، طب اثيوبيا نفسها اللي هي عايزه تجمع شويه ميه في الملء الخامس قد تفشل في انها تحقق هدفها، لان قد اللي يصل لموقع سد النهضه ربما اقل بكتير من 48، قد يصل ل 40، قد يصل ل 35، الله اعلم. واحنا كمصريين عندنا تجربه في هذا سنه 15 و16 لما وزير الكهرباء قال لك سد النهضه على وشك ان هو يطلع، السد العالي على وشك ان هو يطلع من الخدمه، السيسي قال له اقف اقف ما تتكلمش كتير. ايوه ده كان وزير الكهرباء. يس، وعمل قرار بعدم السماح في نشر مناسيب بحيره ناصر. ليه؟ لان الميه اللي كانت جايه من النيل الازرق سنه 15 و16 كانت قليله جدا جدا جدا، اقل من 50% من المتوقع، لذلك السيسي قال لك ما حدش يتكلم عن سد العالي بعد كده. فده 15 و16. لو تكرر الظاهره دي في سنه 24 مش هتبقى 24، هتبقى 24 25. ده لو كان ربنا رحيم بينا ان النينو يقعد سنتين اثنين بس، ولكن لو ربنا مش رحيم. ايه النينو ده يا دكتور؟ ايه النينو ده يا دكتور؟ كمل لي ايه هو النينو؟ النينو هي ظاهره بتسبب جفاف في مناطق وتسبب امطار غزيره في مناطق. يعني لو حضرتك النهارده تسال المصريين هيقول لك والله الامطار السنه دي كانت اقل بكتير من السنوات الماضيه، وتروح لتركيا هيقول لك الامطار السنه دي اقل بكتير من الاعوام الماضيه، تروح لاسبانيا هيقول لك برضو الامطار اقل بكتير. فدي احد توابع ظاهره النينو. عندنا ظاهرتين، اعوام بيجي فيها جفاف واعوام بيجي فيها فيضانات كتيره، زي ما ذكر في سوره سيدنا يوسف 7 سنوات سمان 7 سنوات عجاف. فالسنوات السمان انتهت تقريبا بعام 23 بفيضان 23، دي السنوات السمان. دخلين بقى دلوقتي احنا في سنوات العجاف واللي بتتبعها هيئات المناخ وبتقول لك لا احنا داخلين في جفاف بسبب ظاهره النينو اللي هو بيعمل جفاف في اثيوبيا وبيعمل امطار غزيره جدا في كاليفورنيا. يعني كاليفورنيا في امطار غزيره جدا، الامطار دي كان المفروض تنزل في اثيوبيا ولكن انتقصت من كميه الميه اللي بتنزل في اثيوبيا. يعني المختصر ان احنا داخلين طبقا للدراسات يعني على سنوات عجاف قادمه بعد انتهاء سنوات الكويسه زي سنه 23. قد تستمر سنتين او اكثر. قد تستمر. ده اذا رحمه ربنا ممكن تبقى سنتين بس الجفاف ده، وممكن يكون سبعه زي ما حصل في مصر ما بين سنه 78 ل 88، اخذ 10 سنوات من 78 ل 88، لدرجه ان بحيره ناصر جفت الى حد ان ما اصبحش فيه ميه للشعب المصري غير 60 سم فقط فوق التوربينات، فوق النفق بتاع التوربينات. امال عشنا ازاي يا دكتور؟ عشنا ازاي؟ ما حسني مبارك اخفى هذا الامر على الشعب المصري الى ان جاء صحفي اسمه احمد بهاء الدين واتكلم فيه عن جريده الجارديان. فبعد كده طلع وقال والله لا احنا كل يوم احنا الميه بتنزل عندنا كميات كبيره وليس يتبقى لنا غير 60 سم.
60 سم دي كانت في شهر يوليو 88. جاء الفيضان في اول اغسطس 88، فجاء اول بقى كان دخلنا في ظاهره لانينا. لانينا هي عكس النينو. عكس النينو. يعني حضرتك الدراسات مش كلامك انت، كلام الدراسات بيتوقع ان احنا داخلين على النينو اللي هو جفاف الامطار. طب لحد ما حضرتك تحضرها خليني اروح للدكتور محمد ترشين وارجع لك. دكتور محمد ترشين، طب هرجع لك يا دكتور محمد، رجع لك يا دكتور محمد حافظ. دكتور محمد ترشين، اذا كان اتينا على الكلام على اسرائيل، في سنه 1999 اصدر نقيب الصحفيين وقتها كان يعني الاستاذ كامل الزهيري كتاب مهم قوي اسمه النيل في خطر. في هذا الكتاب حذر الاستاذ كامل الزهيري من ان لاسرائيل لديها مخطط واجنده للنيل في سنة 1999، والكتاب موجود وممكن أي حد ينزله بي دي اف. اطلعت عليه مرات عديدة. طب كويس، ما شاء الله عليك يا دكتور محمد. في الكتاب ده حذر من أجندة إسرائيلية وخطة كاملة خاصة بالنيل. الآن حضرتك أشرت إلى أنه إسرائيل موجودة في النيل، ولكن نظرا لوجود طائرات قومية فالإمارات هي واجهة لإسرائيل. حضرتك من شوية أهو الكتاب أهو جابوه زمايلي سنة 1999، حضرتك من شوية قلت إنه التكتل الإمارات الإسرائيلي ده له حضور قوي جدا، الواجهة بتاعته الإمارات، وقللت من أهمية الهجمات اللفظية اللي وجهها السيسي وتحالفاته مع إريتريا أو مع الصومال. سؤالي بقى هنا، لو رجعنا لكتاب النيل في خطر للأستاذ كامل الزهيري، سؤالي هنا، هل تعتقد أن إسرائيل قد تفرض يوما ما أجندة مائية على السودان ومصر واضحة، أو أن مصر ستلجأ لإسرائيل لحل مشكلة مية النيل، وأنه ممكن تكون لإسرائيل يد قوية جدا وحضور واضح في هذه المشكلة؟ هو طبعا مسألة إن إسرائيل تفرض أجندة فيما يتعلق بقضية المياه وما إلى ذلك، المسألة معقدة وصعبة جدا، وربما لا تمتلك الآليات لذلك، باعتبار أن الكثير يضخم من قوة إسرائيل. إسرائيل أنا أعتقدها دولة عادية استطاعت أن توظف علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جيد، وتستثمر في الهامش الذي أتاحته لها الظروف أو الذي منحته لها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بشكل أو بآخر، أنا في تقدير السودان ومصر بحكم أنهم المتأثرين بشكل مباشر من تداعيات سد النهضة، يمكن أن يقبلوا على خطوات جادة، وهذه الخطوات للأسف الشديد كان ينبغي أن تكون منذ الوهلة الأولى. نحن نتحدث عن السد سيكتمل في يوليو المقبل. طوال السنوات الماضية كانت الرهانات فقط على عنصر المباحثات والتفاوض وما إلى ذلك، ما إغفال الجوانب الأخرى. يمكن لكل دولة أن تقوم بأعمال استباقية من أجل تحقيق أمنها القومي. معلوم تماما أن مسألة المياه هي من القضايا التي تمس الأمن القومي بشكل مباشر، بتهدد كينونة الدولة، لأن لديها انعكاسات على الزراعة وعلى الصناعة وعلى الحياة بشكل عام. بالرغم من أن السودان، بالرغم من أن النيل موجود، بالرغم من أن هنالك إسهامات كبيرة جدا في نهر النيل، لكن المواطن السوداني غير مستفيد من هذه المياه. ما زال المواطن في الخرطوم يعاني من العطش وما إلى ذلك نتيجة للسياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة على حكم السودان، وعدم قدرة حتى مواطن دارفور أو كردفان من الاستفادة من هذا النيل. فبالتالي المشاريع التنموية في السودان في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد ستعتمد على مقاربة المياه، من حيث الحاجة اليومية للإنسان، من حيث الحاجة إلى الزراعة، وكذلك من حيث الحاجة إلى الصناعة، بحيث أن نحن نتحدث عن طابع المجتمع السوداني أكثر من 50% يعتمد على الزراعة، كذلك أكثر من 30% من المواطنين السودانيين يعتمدون على الرعي، فبالتالي هم بحاجة إلى مشاريع لتوطين هذه الثروة الحيوانية الهائلة، وكذلك الخروج من بمزدوجتين من النظام الزراعي التقليدي إلى النظام الزراعي الحديث، وكل هذه العوامل بحاجة إلى المياه. فأنا في تقديري الجانب السوداني والجانب المصري أخفقوا تماما في محاولة ترويض أثيوبيا وممارسة قدر كبير جدا من الضغط عليها، لأن الفرص كانت مواتية، الفرص السياسية، باعتبار أن النظام السياسي في أثيوبيا أو تركيبة الدولة في أثيوبيا هي تركيبة هشة تماما، وهذه الهشاشة
نتيجة لأنه الفيدرالية تعتمد على أسس إثنية وقبلية. فأنا كنت أتوقع إذا كان الجانب السوداني كان لديه تأثير سياسي في أثيوبيا وهو مؤهل لذلك لأن الحدود مشتركة وهنالك تأثير مباشر سواء كان الامتداد الجغرافي بين السودان وإقليم التجراي أو بين السودان وإقليم الأمهر أو حتى بين شنغول، فكان يمكن للسودان أن يؤثر بشكل مباشر جدا، ومن خلال هذا التأثير يمكن أن يمارس أكبر قدر من الضغط على السلطة الفيدرالية في أديس أبابا، وبالتالي سيحصل على قدر كبير جدا من المكاسب. لكن أنا في تقديري إبان الفترة الانتقالية وهي فترة دائما ما تكون هشة سواء كان في السودان أو في أي دولة، استطاعت أثيوبيا أنه أيضا تستبق السودان ويكون لديها تأثير في الشأن الداخلي السوداني، وذلك كان ملحوظ من خلال حضور مبعوث شخصي لأبي أحمد وحضوره ومشاركته في المباحثات التي أفضت للوثيقة الدستورية التي كانت هي الأساس والمرجعية للحكم. ومن خلال هذا التأثير أصبح الجانب الأثيوبي لديه تأثير سياسي كبير جدا على المشهد السياسي، الأمر الذي جعل السودانيين ينشغلون في قضاياهم الداخلية ويهملون قضية مهمة جدا كقضية صد النهضة. لكن ما زلت أؤكد إذا كان الجانب السوداني انتبه لهذا البعد حتى قبل استكمال صد النهضة، وكذلك الجانب المصري يمكن بحركات جادة وليس بتصريحات إعلامية ومحاولة المناورة السياسية، وإنما بخطوات جادة بخطوات استباقية داخل الداخل الأثيوبي يمكن أن تحدث مفارقة كبيرة جدا، ويمكن أن تنتزع السودان وتنتزع مصر حقوقها من نهر النيل. رغم التأثير الأثيوبي على المشهد السياسي في السودان، حضرتك برضو شايف أنه ممكن يبقى التأثير المصري السوداني قوي؟ بلا شك أثيوبيا هشة. أنا أتحدث لك الآن الأمهر باعتبارها هي القومية الأكبر التي تدعم النظام السياسي، الآن هي في مواجهات حقيقية مع النظام السياسي، فما بالك إذا كان السلطات السودانية احتضنت هذه القوات ووفرت لها الدعم، ستتغير المعادلة. بني شنغول عالم شخصيات قيادية ما زالت تؤكد بأن بني شنغول سوداني وفقا لاتفاق 1903، ويمكن هذا أيضا كرت يمكن أن تستخدمه السلطات السودانية لممارسة الضغط إذا أرادت. وبالتالي الإرادة هي الكلمة المفتاحية والمحورية لإحداث أي تأثير موضوعي على قضية صد النهضة. دكتور محمد، السؤال الأخير لحضرتك، كنت بتوريني أنت حضرتك حاجة على الموبايل دلوقتي، دكتور محمد حافظ كنت بتوريني حاجة على الموبايل، يعني أنا كنت عايز أقول لك مثل مصري بيقول المشرحة مش ناقصة جتلة، فمش ناقصين كمان. أيوه، إيه ده بقى يا دكتور؟ أنا مش شايف حاجة وأبيض الشاشة. أوكي، هذا هو البيان اللي طلعاه هيئة المناخ الدولية بتتكلم فيه على ظاهرة النينو اللي هو بيضرب أثيوبيا حاليا وبيعرض حوالي 11 مليون مواطن للجفاف. بتقول لك والله ظاهرة النينو هذا العام هتكون مشابهة لما حدث سنة 15 و16، كويس؟ فده من هيئة المناخ الدولية. فأنا كنت بعت الشارت للإعداد لو كان موجود ممكن يزوروه، لأن ده مهم جدا جدا لصانع القرار، إن أثيوبيا حتى لو حبت تملى الملء الخامس ربما لا يكون هناك في النظام المائي لمجرى النيل الأزرق كمية مياه لأنها تستكمل أثيوبيا ملئها الخامس اللي هو قد يكون الملء الأخير. فلو الكمية المية اللي في السيستم بالكامل قليلة أثيوبيا قد لا تنجح في الملء الخامس. فإذا فشلت الملء الخامس وقدرت تخزن كمية بسيطة، فهل في ممكن مية ممكن تطلع للسودان وتطلع لمصر؟ فده السؤال. فظاهرة النينو ستعرض الدولة المصرية والسودان أيضا إلى انخفاض كبير جدا في كمية التدفقات اللي كانت بتحصل عليها على مدار السنوات الماضية، وقد تستمر هذا الأمر لسنة أو سنتين لو ربنا رحيم بيك. يعني المفروض صانع قرار إن هو يبص لهذا الشارت أو هذا البيان ويفهم السياسة المائية لمجرى النيل الأزرق ويخطط لهذا الأمر، إن ممكن بحيرة ناصر يعني تخسر كمية كبيرة جدا من المخزون الاستراتيجي بتاعها وقد يعرض البلاد لخطر. لذلك يعني كما كلمت مع حضرتك من فترة طويلة إن لابد إن المصريين النهاردة يدركهم إن بحيرة ناصر ليس البنك اللي هيأمن مستقبلهم. بحيرة ناصر على سبتمبر 25 هتتعرض لجفاف كبير جدا بسبب ما يحدث من تخزين في سد النهضة وأيضا ظاهرة النيل. لذلك كما عرضت على حضرتك من فترة قبل كده إن إحنا لابد إن إحنا بدل ما نحفر قناة سويس تانية
لا ان احنا نعمل خط انابيب يربط ما بين المخزون الميت في السد العالي والمحطات المياه اللي بتوفر مياه الشرب للشعب المصري، لان قد ياتي علينا وقت عندنا مياه عشان نوديها للناس تشرب ولكن ما عندناش ليه انابيب؟ عشان الهالك يعني، عشان البخر؟ لا لا لا، لان احنا دلوقتي يوميا بنسهل 35 مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي اللي هو الشرب والكلام ده، ولكن احنا ما بنرمهمش مباشره في مجرى النيل، احنا بنحطها فوق ميه الري. يعني انت لازم تحط ميه الري 80 او 100 او 120 مليون في الاول، وفوقيها تحط ميه الشرب. كويس؟ تمام. ميه الري بتشيل ميه الشرب. طب انت لما يبقى عندك مشكله في ميه الري، مين اللي هيشيل ميه الشرب؟ لو رميتها في مجرى النيل مش هتوصل، احنا بنحطها فوق ميه الري. يعني انت لازم تحط ميه الري 80 او 100 او 120 مليون في الاول، وفوقيها تحط ميه الشرب. كويس؟ تمام. ميه الري بتشيل ميه الشرب. طب انت لما يبقى عندك مشكله في ميه الري، مين اللي هيشيل ميه الشرب؟ لو رميتها في مجرى النيل مش هتوصل. لذلك لابد ان احنا نفصل ما بين الاستراتيجيه دي، ليس بالضروره ان ميه الري هي اللي تشيل ميه الشرب، لا، احنا عايزين نعمل مجرى منفصل لميه الشرب لا يعتمد على ميه الري. لذلك نعمل حاجه زي النهر العظيم بتاع القذافي، ونربط الميه، نربط الانبوب في المخزون الميت في السد العالي اللي هو لن يجف تحت اي تاثير. المخزون الميت هيبقى فيه ميه مهما حصل في سد النهضه. لذلك علشان نوفر كوبايه ميه للشرب بدون مشاكل، لا، لازم ان احنا نعمل حاجه زي النهر العظيم يربط ما بين المخزون الميت في السد العالي ومحطات معالجه المياه في القاهره والاسكندريه وطنطا والوجه البحري والوجه الابلي، بحيث ان احنا ما نعتمدش بعد كده على وجود ميه الري. لو حصل مشكله في ميه الري، وده هيحصل اكيد، مالناش دعوه، الميه الشرب متوفره. وصلت. امتى في توقعك يا دكتور، لان الوقت خلص، امتى في توقعك ممكن المصريين يحسوا بمشكله في الشرب او الري؟ سبتمبر 25 هيكون يعني بدايه الجفاف، والامر يتوقف على النيلو هيعمل ايه في اثيوبيا يعني. ولكن سبتمبر 25 هيبقى امر ملحوظ جدا، وبحيره ناصر هتنخفض بشكل كبير جدا. لذلك النهارده السودان بترمي لمصر كميات كبيره من المياه توقعا لما سيحدث في مصر. الدكتور محمد حافظ استاذ هندسه السدود، بشكرك جدا يا فندم على مجهودك اللي بتعمله معانا من بدايه توقيع اتفاقيه سد النهضه. الدكتور محمد ترشين الكاتب والباحث في الشؤون الافريقيه، بشكر حضرتك لسعه اطلاعك الحقيقه ودراستك للمشهد السياسي في مصر وفي المنطقه بشكل عام ولوجودك معنا. شكرا. على أي حال، إحنا مع الدكتور محمد حافظ من سنين. هذا الرجل الحقيقة بح صوته وهو بينادي بالمشاريع، وهو آخر مشروع قاله دلوقتي، بدال ما تعمل قناة جديدة وطريق مزدوج لقناة السويس جديد مش هيضيف حاجة كتيرة يعني، كان الأولى أنك أنت تدور على حل زي ما قال الدكتور محمد حافظ كده، بأنك تعمل أنابيب أو نهر موازي يسمح بمرور مية الشرب، هو اللي قاله. واعتقد ان ده كان اولى بكتير جدا من انك انت تقعد تطلع لي ناس تتكلم عن مشروع مش باين اوله من اخره زي مشروع الازدواج قناه السويس. لكن تقول وتعيد لمين اللي بيحكم مصر؟ ناس الحقيقه لا قلبها على مصر ولا على الشعب المصري، وماشيين ساعه بساعه مش يوم بيوم. احنا في خطر قادم، ربنا يستر. الى ان نلقاكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج مصر النهاردة. أنا آسف جدا الأخبار كلها تعيسة، لكن هذا هو حال مصر دلوقتي. لأن نلقاكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.